Hem il ve ilçelerdeki bütün sağlık ekipleri bu bölgeye sevk ابن اختي زوجته روانت وابنها شربل وبنتها غزل ثلاثه ماكو لا بالمستشفيات هسه راح ندورنا بالموصل كلها ماكو ليه يعني من الليل لهسه ادور بالمستشفيات كلها ماكو قالوا باربيل دزينا على اربيل هم ماكو ما نعرف زين هم كانوا مدعوين هي كانوا مدعوين كانوا هنا وكان زوجها وياها زين زوجها شال واحد من الويلات وطلع نعم وهي ما 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 يعني ما لحقوا ناس صارت فوق الناس وناس قتلت ناس يعني اصحابه بالناب اللي ياخذ قدام يدق لك امامينا يا مشاخين يا كيدي